تطور كبير للرياضات البحرينية وخصوصا رياضة الكارتينج، هذه الرياضة التي تمارس بشكل احترافي في حلبة البحرين الدولية للكارتينج وفقا لأعلى المعايير الدولية، حيث برزت العديد من الأسماء في هذه الرياضة كالسائق الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة الذي بدأ حلمه منذ أن كان في الخامسة من عمره. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. البداية كانت قبل 5 سنوات، فالشغف بالسرعة والطموح اللامحدود أوصل الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة إلى حلبة السباق ليكون سائقاً متميزاً، ألهم أقرانه بالعزم والجد والاجتهاد. كنت 5 سنوات ورحت رنت الكارتينج مرة، حبيته، قلت حق أبوي أبي روتكس كارتينج. أول مرة جربت في البحرين، وبعدين رحت الإمارات، بعدين عمان، بعدين كويت. الحلو في الموضوع أن أحمد بدأ في عمر صغير في العمر، فقدرنا أن احنا نأسسه صح، نعلمه أساسيات الرياضة. الدعم الحكومي مستمر وفي شتى المجالات الرياضية، فهذا الدعم كان ركنا أساسيا في تحقيق الأحلام والوصول إلى الفوز. فيكتوريا ساعدوني في كل شيء، دربوني يعني في البحرين يعني برا البحرين، أعطوني فرصة كبيرة، سفت وايد أحبها. اللي يمثل فريق سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يطول بعمره، شيء طبيعي ان يكون عندنا الشغف ان احنا ما نرضى الا بمركز الاول. والفريق اللي يميز فريقنا صراحه هو الشباب اللي متواجدين، كلهم اللي ادربهم الحمد لله في يد واحده، كلهم حابين الشعار. هذه السيارات تتشابه في التقنيات والميكانيكا، ولكن يحدد الفائز في هذه الحلبة من خلال مهارة واحتراف السائق وإدارة الفريق له. استفدت وايد من المدرب، إذا ما كان عندي مدرب أنا بكون ولا شيء. ما شاء الله في تطورات كبيره، في يعني حقق مراكز متقدمه داخل البحرين خارج البحرين. في عمان كان مستوى جدا قوي رغم ان المنافسه كانت جدا قويه في عمان، وفي بلجيكا اخذ الخبره، وان شاء الله يعني في خطه مستقبليه لتطورات اكثر بعد. ايمان تام باهميه التدريب والالتزام للوصول الى العالميه وتحقيق الذهب لمملكه البحرين. إن شاء الله أتدرب وأروح فورمولا 1 وأحقق إجازات حق البحرين. أتوقع أنه مستقبلياً بعد إلى يعني 3 إلى 5 سنوات الرياضة راح تكون رياضة قوية. إن شاء الله مستقبلاً في يعني في أهداف، إحنا تعاون مع الفرق الباقية، تعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين للسيارات، قاعد نوصل إلى أهداف اللي إحنا نبيها، وإن شاء الله مستقبلاً في أمور تبشر بخير. على الرغم من صغر سنه، إلا أن الإنجازات تتحدث عن المهارات التي تتطور بشكل مستمر بهدف رفع اسم مملكة البحرين وعالمها في البطولات الدولية. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.